بحضور المدير العام لمديرية نهج الدفاع ومتطلباته في وزارة الدفاع ونائب نقيب المهندسين وعدد من ضباط الصنوف المختلفة في الوزارة، أقيمت ندوة حوارية في مقر نقابة المهندسين بعنوان دعم القطاع الخاص وتفعيل نظام الصناعات الساندة وتنمية الموارد الوطنية، حيث أكدت هذه الندوة على أهمية الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص من خلال التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ووزارة الدفاع. تنفيذا لتوجيه السيد الوزير المحترم وبمتابعة السيد الأمين العام المحترم، شرعت المديرية العامة لنهج الدفاع والمتطلبات للتعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين العراقية في مشروع دعم القطاع الخاص لتشغيل الصناعات الساندة ومشاريع تنمية الموارد البشرية. الغاية من هذا المشروع وبهذه المبادرة اللي بادرت بها نقابة المهندسين هي إيجاد فرصة جيدة وواسعة لتنشيط القطاع الخاص وإدخال الصناعات والبنى التحتية المتيسرة لدى القطاع الخاص من معامل ومصانع موجودة في بغداد وفي المحافظات لغرض استثمار إمكانياتها، وبنفس الوقت إيجاد فرصة عمل وتشغيل المهندسين العاطلين اللي تشرف عليها النقابة منذ أشهر. وجرى خلال الندوة مناقشة أهم الاحتياجات في وزارة الدفاع في مجالات الهندسة وأيضا الخدمات والمواد الضرورية والبحوث العلمية والهندسية والتي تتطابق مع المواصفات العالمية الرصينة، وأيضا إقامة دورات للمهندسين العاملين في وزارة الدفاع والتنسيق على إقامة معارض لأهم الصناعات والمبتكرات في مجالات الهندسة. كان الاندفاع من جهة وزارة الدفاع أو التلقي من جهة وزارة الدفاع تلقي جدا نشط وإيجابي بالحقيقة، لأجل أن ننشئ صناعات ساندة للقطاع العسكري من إمكانيات القطاع الخاص. هذا سيوفر فرص عمل ويوفر أيضا سيولة نقدية في البلد بدلا من خروجها إلى الدول المجهزة. ممكن هذه الأشياء أن تصنع في العراق وتدور هذه الأموال داخل العراق وننشئ تنمية مستدامة، وبدون شك ستتطور القاعدة الصناعية في القطاع الخاص العراقي نتيجة وجود سوق حيوي مثل سوق القوات المسلحة. هذا كل الإطار والفكرة التي تدور حول هذه الندوة، هو كيف ننمي القطاع الخاص بتلبية متطلبات الجيش العراقي ومعتمدين على استثمار الموارد الوطنية. كان اليوم المؤتمر اللبنة الأساسية لهذا العمل، أنه احنا نرفد الجيش بالصناعات ونجهزهم بالمواد الاحتياطية المطلوبة من أجل رفع، خاصة بهذه الظروف اللي يعاني منها البلد من الأزمة المالية، ويكون نرفع قدر القتالية للجيش اللي هو راح ينعكس إيجابيا على المصلحة العامة بالنسبة للعراق. لإعلام وزارة الدفاع كرر الربيعي.